بعد توعد الحكومة، أصحاب هذه العقارات مهددون بقطع المياه والكهرباء بعد 30 يوما، وهذا الحل لتجنب الانقطاع. أثارت تصريحات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء حول قانون التصالح في مخالفات البناء جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي بأن 30 من سبتمبر المقبل هو آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء. وأضاف مدبولي أنه عقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها. وتجاوزت طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى الآن 600 ألف طلب وفقا لتصريحات المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. وتابع: بعض الأرقام تقول إن هناك 3 ملايين مخالفة في البناء و600 ألف أقل من 50% من إجمالي المخالفات، ولكن الباب مفتوحا حتى نهاية الشهر من أجل تلقي طلبات التصالح. وأشار إلى أن مصر فقدت 12% من مساحة الرقعة الزراعية بسبب الاعتداء عليها ومخالفات البناء، موضحا أن كل مواطن ارتكب مخالفة بناء أمامه حتى 30 من سبتمبر لدفع جزء من قيمة التصالح. وأكد سعد إلى أن القانون به إجراءات رادعة يتم تطبيقها على كل مخالف حتى يقوم بالتصالح مع مخالفات البناء، لافتا إلى أن القانون سيطبق أيضا على أصحاب العقارات الذين لم يقوموا بطلائها بقطع المرافق مياه ونور عن سكانها. وأوضح أن لجنة من غير العاملين في الوحدات المحلية يتولوا النظر في تقدير المخالفات، فيما حدد بعض المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها سواء للمباني التي بنيت مخالفة بعد صدور القانون أو من بنى على أرض ملك للآثار أو على أرض قريبة للنيل أو بناء مخالف لمعايير السلامة. وذكر أن القانون يسمح للمقيمين في الوحدات السكنية بالتقدم بطلبات التصالح كل على حدة، واضحا أن القانون سوف يطبق بكل الطرق وآخر موعد لتقديم طلبات التصالح هو 30 من سبتمبر.